سلام عليكم. با 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 تصدي رائع وفوز رائع، أحسن فوز وأحسن لعبة وأحسن منهار بدأت شبيبة قبائل هاد لا سيزون، أحسن لعبة لعبتها اليوم أمام من؟ أمام شباب الوزاد وين في 20 أوت. بروعة شبيبة قبائل اليوم، أداء ونتيجة بروعة. بوشار يتقابد مع الأربيتر ويحب يأثر عليه، ولكن شبيبة اليوم رائع جدا رائع جدا. لايك يا جماعه، لايك لايك، كثروا لي اللايك على المقابله تاع اليوم هذه، كثروا اللايك يا جماعه باش يوصلكم ديما جديد. شاهدوا اللقطه هذه يا جماعه، شاهدوا شاهدوا. انا اليوم هكا هذا هو التعبير تاعي اليوم، بروعه شبيبة قبائل اليوم، شاهدوا دوخه وفنان. منا لي باس قبل هذه واحد 10 باس، ولكن سجلت هذه لان اللقطه كانت جميله جدا وانتهت بتصدي الحارس مرمى شباب الوزداد، كان كاد يسجل شبيبه هدف ثاني هنا، روعه جدا. شاهدوا اللقطه بروعه يا جماعه. الشبيبه اليوم اداء ونتيجه، والله اداء ونتيجه. شكرا لك حراق، حراق يعني تقريب وسط الميدان، رائع جدا حراق، والله عجبني بزاف. هاو في الصوره رائع جدا حراق، عدل الشبيبه. نتمنى انه يحيى الهجوم فقط، بقي مهاجم رائع جدا، وتكون شبيبة قبائل منيحة، لانه عندنا وسط ميدان يحسن يحسن. لو بالك يشاطروني ربما، كاين اللي شاطرني الرأي، يحسن يحسن الهجمات السريعة على يد منصوري وحراق وبن ساحة. واليوم حتى بن سايح اليوم شارك في، كان ممتاز اليوم بن سايح، خاصة في الشوط الأول بن سايح كان ممتاز. على العموم الشبيبة في الطريق الصحيح، الشبيبة أجمعها في الطريق الصحيح. قعد شوية برك لو يرجع شوية المساواة تاعو منصوري والكونديسيون فيزيك نقصد، وبن ساحة ويرجعوا المساواة تاعهم هذاك ويكونوا على باليش أنا واجدين في اللياقة البدنية، صدقوني راح نكونوا وسط ميدان وهجومي ووسط ميدان رائع جدا، من سيرتو في الهجمة السريعة. الشبيبة قوتها قوتها في البريود هذه الهجمة السريعة، وهذه هي النقطة اللي نضيفها للسويح، لأنه السويح ربما ما كانش لعب الشبيبة هكا سوية، هذه ترجع ليه لأنه تقريب واحد 3 ماتش ولا 4 ماتش وأنا نشوف الهجمة السريعة هذيك وقاعدين يحقوا فيها بنجاح ودائما ما يشكلوا خطورة على الخصم. هذا هو الملاحظة اللي ركزت عليها خاصة في المقابلة اللي فاتوا، واليوم أكدوا بهذه، وكانوا أحسن من المقابلة اللي فاتوا. أحسن مقابلة دارتها شبيبة قبائل منذ بداية الموسم، كانوا اليوم رائعين جدا، ربي يسمي يكمل لهم برك. فقط ربما قادر يقول لك ولكن شبيبة قلتها السمانة اللي فات، الشبيبة في الطريق الصحيح يا جماعة. نحن نعرف شوية كرة قدم، يعني مش قاعدين نحكيو بالعاطفة ولكن نحكيو شوية كرة قدم. الشبيبة قادت تحسن وهذا حاجة مليحة لشبيبة قبائل، ولا خوف على الشبيبة، وعندها 3 ماتش يا جماعة، ركزوا لي 3 ماتش تلعب مع الماتش تاع بسكرة الروطار، وزيد تلعب مع مقرة في القبائل دوكا إن شاء الله في تيزي وزو في ملعب أول نوفمبر، 2 ماتش أدوميسيل، حاجة مليحة للشبيبة، إن شاء الله تجيب 6 نقط ومن بعد تخرج التلمسان وإن شاء الله الفوز على الأقل على الأقل في 4 ماتش إن شاء الله راح نالوا 12 نقطة وسنكون مع الأوائل. وشفعوا الهضرة تاعي مليح إن شاء الله، ما نسبقوش الحديث، ولكن الشبيبة راهي ممتازة، راهي في الطريق الصحيح. ربما الفوز هذا خلانا نتحمسوا شوية، برافو اللاعبين. ربما بالك المنحة اللي عطاها لهم كاين جماعة اللي ما عملتش، ولكن نقدر نقولوا المنحة اللي عطاها لهم ثاني والمنحة المغرية ربما خلاتهم تعدوا في النتائج اليوم. اليوم لعبوا سما لعبوا بالقلب، ولكن توزيع تاعهم في أرضية الميدان والله يحسب له ألف حساب. هذا يرجع للمدرب يا جماعة، والفيديو هذاك يدل على الكثير من التمريرات اليوم اللي دارتها شبيبة قبائل، كانوا رائعين جدا في وسط الميدان، كانوا رائعين جدا جدا جدا. ما زلنا نحكي على الفوز اليوم ان شاء الله في فيديوهات اخرى. اليوم شبيبة ابهرتني يا جماعه، ابهرتني شبيبة قبائل، هذا هو العنوان، ابهرتني. برافو لجوار، برافو شبيبة.
مع مرور المقابلة راح يكونوا أحسن إن شاء الله. هذه هي الشبيبة دائما تمرد ولا تموت أجمع، هذا هو التاريخ الشبيبة دائما ما يرجع. شكرا شباب القبائل، اليوم أفرحتني والله، فرحت بزاف اليوم، برافو لجوار. هذا هو الفيديو تاعنا اليوم، يسهل على الأقل فوق 100 لايك أجمع، بارطاجيو ماكسيموم، أبونيو في القناة أجمع، دعموا القناة هي بحاجة إلى دعمكم، ونتمنى الخير كل الخير لشبيبة القبائل. فيف شبيبة توجور مع اخبار شبيبة القبائل، راح نحكيو شويه على واحد الخبر اليوم على الشركه هذيك ان شاء الله، ومع اخبار شبيبة القبائل. سلام خاوتي.